الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم متابعينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمل لايك وشير عشان يعم الخير يا جماعة. الخلافات اللي صار حاصلة والتصريحات السياسية والشوارع و إلى آخره. من المستفيد من الحتة دي؟ الحتة دي المستفيد منها هو بالمختصر كده يا حبيبي، الحتة دي مستفيد منها المجتمع الخارجي الهزران اللي نحن يعني المستهزئ بينا، أي الدول اللي يعني المدار لنا الخير. في دول كثيرة جوار من الدول العربية داير خلافنا نحن، بس داخل داير نحن من الداخل نختلف عشان هي تجي تزرع اجندتها الخاصة. وفي دول افريقية ايضا، وفي اوروبا دي خليها بالنية، وامريكا دي يا هي راس الهوس. ما امريكا زي ما قالوها الجماعة ناس قحط اثر بعض طويلة، بس همهم يرضوا ماما امريكا دي. بس المهم الخلافات دي يا عزيزي المشاهد مستفيد من المجتمع الخارجي، يعني المدار لنا احنا الخير، المدار لنا نتقدم. وفي واحد سعني في التعليقات قال لي انت يعني مع منو في الناد دي في الحاصل اس الان؟ يا اخوي انا ما مع ولا اي واحد، انا مع دولة القانون، انا مع دولة الحق، انا مع الدولة الراسخة المبنية على اسس، انا مع الدولة التي يفخر بها شعبها. انا داير وطن يعني زي ما نقولوا يسع الجميع، ووطن بعيد عن العنصرية، ودارين يا جماعة ان تندثر العنصرية تحت الرمال، ودارين يا جماعة وطن فيه كل ألوان الطيف، أحمر أخضر أبيض أصفر برجواني، المهم كل ألوان الطيف. دارين وطن يا جماعة له ركيزة قانونية وشرعية يا جماعة. أنا مع التحول الديمقراطي الحقيقي، رأي الأغلبية. الديمقراطية دي ما رأي الأغلبية، هاي الشورى ورأي الأغلبية هي الديمقراطية. أنا مع رأي الأغلبية الديمقراطية والتحول الديمقراطي. الله يبارك فيكم. وبعد ما ننتهي من الجوطة اللي لسه حاصلة دي، بعد ذاك نجي للتحول الديمقراطي. وجماعة في ناس قاعدة بتسرح، ويعني ناس سياسيين كبار في الدولة، وبتنبذ الناس بطريقة عنصرية، وبتزرع بين الشعب الكراهية. بالنسبة لاحتضان قصر الجمهوري ناس قاعدين يسموهم القرود وناس الموز وكذا، كلام ده غلط يا جماعة. في النهاية ده مواطن سوداني وداير حقه ومن حقه. وقبل كده ناس السودان الشركة قاموا انتفضوا برضه دارين حقوقكم، برضه سموهم منهم كيزان وبغايا. كل الشعب دي كيزان يا اخي. تريك ده ما مشكله، احتمال يكون من الكيزان وزول داير ينفذ اجندته الخاصه، لكن الناس الشعب المسكين اكيد حاسس بحاجه، لو ما حاسس بحاجه ما كان طلع. ونفس الحكايه ناس القصر الجمهوري برضو اكيد حاسين بحاجه، اما السياسيين دارين يعني زي ما نقول يمرروا اجندتهم الخاصه. وبالنسبه لناس اربعه طويله، انا قبل كده برضو قلت لكم لو المدنيه بنفس اللي لسه شايفها حق اربعه طويله وناس الناس وجدي صالح وبسفه وناس منقدي، انا ما داير اصلا المدنيه لو بالطريقه دي. انا داير مدنيه حقيقيه وداير تحول ديمقراطي حقيقي. وفي النهايه نحن ما دايرين خلاف السودان، وما دايرين السودان تتفكك. ويا جماعه يا الشعب السوداني اصحوا وافهموا، المجتمع كله هزران لكم، المجتمع كله انتوا الان خاطكم في زي ما بيقولوا في الدروه، قاعد يشاهد فيكم. وامريكا زمان كان نحن يعني ابتهابنا حب، بس الان قاعد تتحكم بينا يا جماعه. فنصيحتي لكم ان تطلعوا الخلافات دي والناس تتحد، عسكر مواطن، المهم الناس يكونوا على قلب رجل واحد. ولازم دارين نمر بلدنا دي على بر الامان. وانا زي ما بقولوا ولا انا سياسي ولا يعني مستفيد من الدوله دي ولا شيء، والله ما مستفيد منها اي حاجه. يعني زي ما بقولوا انا منطقتي جاي منها ذاتها، يعني ينقص اقل مقومات الحياه، ومثلها الكثير من المناطق الموجودة هناك. كثير من أولاد البدو يعانون يعني زي ما يقولوا من النقص في التعليم، وكثير من المناطق البدوية والغروية تعاني من زي ما يقولوا من نقص في المدارس، في التعليم، في الصحة. وأيضا أهلنا الحلال من كل القبائل يعني برضو تعاني من تعليم، من صحة، من أمن. يا جماعة نحن أول حاجة علينا نوفر لهم الأمن والصحة والتعليم يا جماعة. ناس وجه صالح، ناس ياتين دول لسه لو سالتهم قلت لهم قرنه بيعرفوها، في ناس لسه بيعرفوها. سالتهم قلت لهم ركره بيعرفوها، سالتهم قلت لهم جبل مون بيعرفوا، قلت لهم سينجو بيعرفوها، قلت لهم كده هنا يعني منطقه في بورسودان بيعرفوها، او منطقه من الجنوب، او منطقه من الشمال، او من الوسط بيعرفوها. ما بيعرفوا للسودان اي حاجه، دي الناس ناس مصالح شخصيه يا جماعه، ناس مصالح خاصه. فيا الشعب السوداني اصحوا واتفقوا وعبروا ببلدكم، حصلوا الشعوب الفايتاكم. الشعوب دي برضو ما جابوا حاجة من برا، من بطونة وخطوا في ظهرها، من بطونة فقط وخطوا في ظهرها يا جماعة.
الله سبحانه وتعالى قال في محكمة تنزيله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني اعتصموا في بحبل الله، ولو لجأتوا لربنا سبحانه وتعالى تعبروا، لكن قعدت بتعاملوا شغلة الشيطنة ما بتعبروا والله. الله يديكم العافية. بالنسبة لودي صالح المنو هو اللي قال داير حاصر الاعتصام تاع القصر الجمهوري، ما بتحاصر، انت زول سياسي بالطريقة دي بتفقد يعني رصيدك السياسي زي ما قبل كده انت قلت، وبتفقد شعبيتك مع المجتمع. كيف بتحاصر؟ متين برضه مواطنين بتخلهم بسلمية كده يوم من الأيام بيهدوا، يعني زي ما بيقولوا لو طوالبهم اتنفذت بيقوموا من هنا بيمشوا، ما قاعدين لك هنا دائما. ناس عندهم معيشة، عندهم أسر، أنا طردوا معيشتهم، يعني كيف انت بتحاصرهم وناس مظلومين؟ ده كلام غلط يا جماعة. وفي النهاية احنا نقول شنو؟ لازم الناس تتحد. والسلام عليكم ورحمة الله، ونلتقي معكم في فيديو ثاني إن شاء الله.